للمزيد ينضم إلينا هاتفيا دكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور عمرو، بداية أرحب بك إلى هذه النشرة. بداية، تطوير قطاع الكهرباء في مصر يعد من أهم القطاعات التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا. برأيك، ما دعائم سياسات الدولة المصرية في جذب مزيد من الاستثمارات خاصة في هذا القطاع؟ أولا مساء الخير عليكم يا إنجي وعلى كل مستمعين قنواتكم. شوفي، ما فيش أي تنمية ولا سستينابيلتي ولا استقرار ولا استدامة في عملية النمو إلا من خلال البنية التحتية. ويمكن أهم محورين في البنية التحتية، البنية التحتية بتاعت الطاقة، ودي نقطة مهمة جدا لاستدامة النمو. أنت عايزة مصانع وعايزة قطاع خاص وعايزة استثمارات وعايزة شغل، وبالتالي محتاجة يكون عندك طاقة قوية ومستدامة وشبكات طاقة قوية ومستدامة، وليست فقط إنتاج الطاقة. فالإنفراستراكشر أو البنية الطاقة النهاردة مهم جدا بجانب البنية التكنولوجية، ودول المحورين اللي مصر استثمرت عليهم بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة، بجانب البنية التحتية الأساسية، النقل والمواصلات وطبعا المدن. لكن النهاردة الطاقة تعتبر محدد أو يعتبر محدد أساسي في جذب استثمارات واستدامة هذه الاستثمارات، لأن ما فيش حد هيجيلك إلا لو عندك طاقة مستدامة وشفافة وعندك بنية تحتية متطورة. وبالتالي النهاردة الشركات الأجنبية زي شنايدر على سبيل المثال، أنتم بتتكلموا عليها ولقاها مع السيد رئيس الوزراء للتأكيد على أن في بوليتيكال ويل، ودي نقطة مهمة أن نشوف إرادة سياسية رئيس وزراء. بالضبط، إرادة سياسية، ونشوف رئيس وزراء. وشفنا السيد الرئيس في مرات عديدة يتقابل مع كبار المستثمرين ويعرض الحقيبة الاستثمارية لمصر سواء في الداخل، شفنا في منتدى شرم الشيخ او في المنتديات الاقتصاديه الكبرى وحتى في الامم المتحده وفي لقاءاته الكبرى، السيد رئيس جمهوريه ورئيس الوزراء يعرض ويقابل المستثمرين، وده دليل على ان في اراده سياسيه وان في دوله وقياده بتحمي وتدفع وتعزز الاستثمار. طيب دكتور، إلى جانب شنايدر إلكتريك بالطبع هناك العديد من الشركاء الدوليين لمصر في الاستثمارات في هذا المجال على غرار سيمنز وما إلى ذلك. ما العوامل التي جعلت من المستثمر خاصة الأوروبي ينجذب بشكل معمق إلى البيئة الاستثمارية في مصر بالرغم من جائحة كورونا؟ صحيح، يمكن شفنا حتى يمكن يعني فكرتيني بالذات السيد رئيس لفرنسا مؤخرا ولقائه مع المستثمرين، وبالذات في مجال النقل ومترو الأنفاق والمتروات الجديدة والقطار السريع. كل دي شركات موجودة في مصر جات لأن زي ما بقول في مناخ جاذب وفي استقرار وفي أمن في الاستثمارات، لأن ما فيش شركة هتيجي تشتغل عندك وعندك تذبذب اقتصادي أو حتى تذبذب سياسي أو قوانين ضعيفة، فعندك بنية تحتية قوية. فسألتيني السؤال اللي هي الاستثمارات الأجنبية وبالذات في المجالات، مجالات الطاقة ومجالات النقل، النهاردة فيها دفعة قوية جداً، وكنا نشوف شركات اجنبيه ليها وزن زي شنايدر وزي سيمنز وزي في فرنسا شفنا شركات المترو انفاق على سبيل مثل بومباردي. صحيح، بالضبط، كل الشركات الكبيره دي ما بتجيش دوله الا لما يكون عندها مؤشرات ثبات. فوجود هذه الشركات هي نقطه قوه، ليس فقط انها شركات بتيجي تعمل مشاريع وتمشي. النهارده بنتكلم على مشروع شنايدر او مشاريع شنايدر وعندها مصنع موجود في مدينه بدر على سبيل المثال، صلحي لي لو اخطات في المعلومه، عندها مصانع في مصر موجوده، وده اللي كان السيد الرئيس بيتكلم عليه في توطين الصناعات. وهتوافيني في الراي ان عندنا شركات كتير، انا مش عايز اتكلم على اسامي شركات، لكن عندها شركات في التكنولوجي، في التكنولوجي، في المواد الخام، في التصنيع، في مستلزمات الانتاج، موجوده شركات عالميه موجوده في المدن الصناعيه، موجود مصانعها في المدن الصناعيه. صحيح، ومبدا توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا كما ذكرت دكتور هو مبدا في قلب السياسه الاقتصاديه المصريه في هذه الاونه. اشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد السياسي على هذه المداخله.